شبكي بنتي؟ لا ولا شي. لكن ليش حاطة الشال على راسك؟ اليوم الجو بارد كتير وبردت لهيك حطيت على راسي. طيب ليش ما بتلبسي جاكيت كمان مع الشال؟ رح ألبس جاكيت وحط شال، بس دائما بيقولوا أهم شي الراس لهيك لازم ندفيه، فحطيت الشال مشان أدفى، وكمان رح ألبس جاكيت. صعب كتير هذا الحاسوب، كتير صعب. بس لا تنسي كل شي بالدنيا بيصير سهل وقت اللي بتتعلمي. انتي بتفهمي او عندك خبرة بالإيميلات؟ البريد الإلكتروني. قصدي انه بيسموه هيك وبيوصلنا عليه الرسائل والحسابات كمان مثل الموبايل. الموضوع كتير سهل، لا تاكلي هم، هلأ بتشوفي. بنتي لا تعدي تجاوبيني مثل جوزك. خلص جاوبيني، بتعرفي أو لا؟ ولا جيب حدا تاني يعلمني؟ لا ما قصدت هيك. ليكي ستي اسمعيني، نحن شغلنا الجهاز، تفتحي الإنترنت وبعدين تفتحي المتصفح مشان عنوان الموقع يلي بدك تعملي حسابك عليه. الإنترنت هو شبكة عالمية، ولما بدك وبتعملي إيميل باسمك، بريد إلكتروني بينحط باسمك. عم تستخدمي مصطلحات تقنية لهيك ما عم أفهم عليكي، لازم تشتغلي قدامي لأفهم شو عم تقولي. أي أكيد. هلأ نحن بما أنه بدنا نعمل حساب جديد لازم نجاوب على كل أسئلتنا المكتوبة، ولازم تكون أجوبة حقيقية. يعني مثلاً شو هو اسمك وشو كنيتك وعنوانك بالضبط. طبعاً هي إذا بدك تفتحي حساب جديد. وكمان فيكي تفوتي على حسابك القديم على هذا الموقع. وهلأ إذا عطيتيهم المعلومات الصح بفوتوا لك على حساب، وهيك ما بدنا حساب جديد. طيب ليش اسمه حساب؟ بيسموه هيك لأنه مهم مثل حسابك بالبنك ويمكن أكتر بكتير. وكمان مطلوب يكون محمي بكلمة مرور. يعني وإنتي تحفظي الرسائل اللي بدك إياها، وهيك بتضل معلوماتك آمنة. يلا خلينا هلأ نساوي لك إيميل، شو رأيك؟ شو نسمي؟ أنت على ذوقك.